نيو تمبس مقاطع يعني يبين ان وراه شيء يعني اليوم وقال بيلعب ب ما هو ما ادري يلعب كم كاركتر بس ضد فيليجر ما اعرف شو يختار ضد فيليجر هو ترى نيو تمبس يلعب فيليجر يعني فما ادري الحين نيو تمبس هامبلي ابروتشينج تو ذا سكرين زين هذه مباراة اصحاب ها مباراة احباء ايه احباء ايه بس انه دائما يعني ما شو اسمه سناك يعني مع انه هو الشامبيون مالنا نحن لين الحين ما اوكي الحين اظن مستر او ايه اظن عندك مباراة الحين ضد اخوك لا لا مو بلازم عبالي فا اخو الثاني بي ما شاء الله عندنا اربع اخوان يلعبون في نفس التورنمنت فا مستر البح تقدم للستيج صرت يا ايه ادري بشوف 2-0 فيليجر ايه فيليجر يا اخي لازم مو متعود شوف اذا تخسر ضد سنك بتتحدى اذا انا تبيت افوز وتخسر الخاصه بينك انت وسنك بتحداني اذا انا تبيت افوز ايوه 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 عادي ها عادي اوكي بس اقول لك يعني فوز ابغيك اوكي ابغاك ما علي في في شيء استوى بيني انا والكومنتيتر تو احسن انكم ما شفتوا لان شيء مقاتلات في الموضوع ف سنيك فيرسس دون رن باك اوه يا ذاتس فور شور ذاتس فور شور سوبر دادي ولا ما طقيت هذا السوبر شوغر دادي شوغر دادي لا كان كان تشيو توي تشيو توي اسمك تشيو توي صح؟ عندنا نيو تمبس الحين فيرسس سناك فا خلينا بس نحول هذا ميجا مان فيرسس فيليجر الحين هالماتش اب شويه جامد اثنيناتهم بروجكتايلز وعندنا فيليجر برو اوه والله شل البليد والله من الهواء فا انا ما اعرف شو ياسر اشوفه انا بس ياسر اشوف اشياء تطير يمين يسار يعني صراحه ذاتس انذر يلعبون سبيسنج جيمز ذاتس انذر ليفل اوف بروجكتايل وعقب ينزل شيره يسوي شوف هالفيلجر لا ميجا مان والله ميجا مان انا شفت اشياء عجيبه صراحه عنده يعني تعرف عنده هالسلاج بليد ما شو ميتا بليد والله انه عجيب صراحه بس ما ادري انا ولا مره شفت سناك يستعمله فما ادري اذا هو يعرف يستعمله يعني ولا لا بس ولا مره شفته يستعمله بس عجيب والله يعني تعرف يوصل بعض الكاركترات الى 50-60% من غير ولا بانش زين بلاك باش ماله يعني بزنس اوه صراحه حطم مستر البح ويلس مكانه الحين صراحه كيلكس جامد ايه والله لا هو والله ترى اشياء اللي يرمس عنها ترى وايد مهمه ترى تعرف اساسا عطاه بالابتلت اوه ابتلت كمات على الشيء ثمانين ذاتس سناكس سيجنتشر موف كل مره يجيب ابتلت ميجا مان سيجنتشر موف كل حد يحب الابتلت شوريوكن ها؟ اذا اختاروا ريو زين شوريوكن الاصلي موجود في اللعبه وفي انفوت بعد اوه ليش نقز على البوم اوكي رد على انجليزي ولا عربي شو؟ والله ارمس عربي انجليزي كله يعني اذا تبغي تشرح بالانجليزي تبغي ترمس بالعربي كله ماشي مشكله يعني. بتلخبط يا تشي ولا فا تو ما ادري ايش استوى صراحه يعني والله يعني اي كانت كومبريهند واتس هابينج يعني تعرف انه وايد اشياء يستوي في نفس الوقت. فا شوف بوم الى جايرو الى بليد الى تري الى ما ادري شو الى والله كذا هل ميجا مان فيلجر يركزون عليه ها شو اسمه لونج ديستنس فايت فايتنج ايوه يبون يزيدون الدمج عقب واحد يا بالبولينج بول ماله والثاني بالشوريوكن ماله فا لو تعرف اوه لو تعرف راناي هذا احسن فيلجر تقريبا ايه راناي هي عارفه راناي حصلت شوي اجرو يعني شوف فيلجر بس اجرو صح اني سو سبيسك بس شيء اجريسف مقارنه بالفيلجر اللي تشوفهم عامه لا هنا في الامارات يعني كل فيلجر اللي شفته اكثر شيء يسوون كامبينج سبيسنج ما شو هالاشياء يعني ما شفت واحد يلعب اجريسفلي اي الديزاين يعني شيء مال فيلجر هو المفروض هي صح لانه هو احسن ريكفري من بين كل الكاركترات اظن يعني اوه اوكي داون اوه نايس اوه ديدنت جراب وش استوى والله انه اوه ماي جاد سيب النقزه بس بعدها ما سوى ريكفر احس يا اخي احس ما يسوي رول شوريوكن الحين ما احس بسبه هالاستوى قبل شويه سناك شويه استوى له لاج نايس شوريوكن 1-0 فور سناك سناك ستيلز اور تشامبيون
وبنشوف اذا بيكمل يكون اور تشامبيون ولا في حد بيب راسه. شوف لو دي 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 ودي كي عشان بس بلعب دي 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 ودي كي ما اعرف. انت قلت اظن بدايه البطوله انك انت بس تلعب كينج دي 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 ودي كي يعني. اي بس شوي بتبهدل لو لعب دي دي وهو ميجا مان فبختار دي كي لو بياخذ ميجا مان. دي كي بس اظن هو اكبر يعني لا اثنيناتهم كبار صراحه. دي 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 ما يرمي يتحرك. ايوه 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 هو راح يحاول يسوي سبيس حتى بعد السايد بي السايد بي مالك بعد لو تضرب اي شيء من السبيسنج ماله بيرد عليك. سبيسنج بالفورتلت بعد. ايوه ايوه فورتلت ما دي دي اوه ياسي يختارون كاركترات زين ف الحين ياسي يقول بيسوي شيء بيندم عليه بس ما ادري سناك شو زيرو سوت سامس سناكي اوه نايس الحين بنشوف الكومباك من نيو تمبست 2-1 بيفوز الحين على ما اعتقد ما ظني سناك فاز على نيو تمبست في التورنمنت اي سيت ولا ما ظني لازم ما اتمسخر ما ظني ولا مره فاز على نيو تمبست الا من زمان يمكن من زمان والله سناك يعني دائما يخسر من نيو تمبست من هذا سبت ها يغير اي يغير اي صح يعني تو انا اقول لو تم على ميجامان اظن كان مسوي شغل صراحه اي وايد والله يشفط كل شيء يشفط هذا يشفط اصلا احيانا تصير لو تشوف كابتن زيرو سود ما تشوف اي وحده منهم يسوون بارالايزر اصلا صح 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 ما يسوون وايد بالزور تعرف الكاركترز يعني نفس جاندور السلو كاركترز السلو كاركترز ترى انا اشوف مباريات نايرو صراحه نايرو اشوف اكثر شيء يستعمل جامبينج شو اسمه الروز زير هي هذا فاكثر شيء اشوفه يستعمل هذا وايد يستعمل فرونت اير واب اير وهالاشياء يعني كل لعبه في الاير تقريبا ابي كيف اوه نايس دي اي نايس دي اي باي مستر نيو تمبس اوكي طلع ابي اوت شيت بس النير قطعته لا اوكي دي هاي عدل بعد والله توقعت ان تعرف ان شعره كل حركه شعره ف بس انا استغربت ان تو كانت قريب الطايره بس تو ضربتها وحده ثانيه وما كانت عاديه يعني شو السالفه يعني في ديفرنت هيت بوكسز ولا شو السالفه اوه والله تحرى ينتحر والله تحرى ينتحر اتحرى بينتحر ابي اوكي ما بيوصل ابي والله انا ما اعرف كيف ما شو يستوي شو السالفه شو يستوي الستيج عشان شي ترانسفورميشن الناس ما يدانونا في ناس يحبون ترانسفورميشن انا لا انا اتبهدل والله يوم ترانسفورميشن انا الحين انا يوم لعبت في جيم ايفو والله انا ذبحوني في هالستيج على 30 اي دونكي كونغ سوالي باكير اوكي اوه والله توقعت شو توقعت سناك سناك ما اعرف شو اسوي اصلا ليش ماخذ هاللاعب اصلا بدايه هو انا اول مره اشوفه يلعب زيرو سوت ترى صراحه برسنتج قبل شوي نيو تيبس كان فايز اوه نايس داون بي كل الحين بنشوف بيحاول يطلع جيمتر ستوك داون بي ان سيف حتى لو ضربته يعني بس بتم لاك اه لا بس انا شوف يعني ينقص ترى بعد ما يضرب ينقص ترى اوه نايس نايس أوكي. لا باك ثرو ماله ما كانت وايد قويه يعني تعرف لو باك ثرو قوي كان يحاول يسوي بيت مو بيت يحاول يضرب الباكر زين ف فور دير قدام الشيل يعني والله انا توقعت لو تو سوى باك ثرو كان بيذبح لان فيليجرز باك ثرو جامد صراحه باك ولا والله اب ثرو اقوى لا مو باك ثرو قديم اقوى ثرو عنده ايه اقوى ثرو ايوه 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 زين فا انا ترى ما استغربت انه سوى داون ثرو يعني شيء غريب صراحه بس انه خلينا نشوف الحين شو الماتش اب بيطلع اظن اوه نايس نايس داون اير عليه اوكي شورت هوب تو داون اير والله حلو الصراحه يضربها بالاسمع شاذ ولا ما توقعت انه شو اسمه اوتو شيد اوبشن يا اخي هو ريكفري مال فيليجر مستحيل اظن مستحيل يسوي سبايك الا لو طاقته 130 ولا شيء شي يعني فيمكن يروم يسوي له ميتير ولا سبايك ما شو يسمونه ميتير ولا سبايك الحين في الميتير وفي سبايك بس سماش فور الحين شيء غريب تعرف انه ماشي ميتير كانسلينج ايوه 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 اوه بانش غلط اوكي كانت فرصه بس عنده فرص زياده من ترانسفورميشن يرمي راخذ راحته عنده بارالايزر شوف اطل بارالايزر بعد ايوه اظن هو تو سوى كومبو عجيب صراحه تقريبا نقصها فوق ال 35 ضيع البارالايزر برع الدور ليش استعمله زين الحين ما ادري ايش بدي نايس نايس جافر وضربه بالدوم 0 4 مستر سناك يفوز في الحين دون اتش زد فيرسس